1. موعد في هونغ كونغ. هبطت طائرة البوينغ 707 في مطار هونغ كونغ قادمة من القاهرة، وعلى متنها عشرات من المسافرين من جنسيات مختلفة. وفي المطار كانت هناك عيون ترصد حركة القادمين وتتفحصهم بعناية واهتمام، وتركزت تلك العيون الفاحصة على رجل طويل القامة نحيل الجسم يضع نظارة طبية فوق عينيه. كان الرجل يخطو خطوات داخل الردهة الداخلية للمطار في خطوات مضطربة ونظرات قلقة، وهو يتلفت خلفه بين الحين والحين. ولم يكد الرجل ينهي الإجراءات المطلوبة بالمطار حتى استقل إحدى سيارات الأجرة الواقفة خارج مبنى المطار، وهو يشير إلى السائق بالتوجه إلى عنوان بعينه. ولم تكد السيارة تتحرك به حتى أسرع أحد أصحاب العيون المترقبة إلى كابينة التليفون بالردهة الداخلية لإجراء محادثة تليفونية، وأمسك الرجل الذي كانت ترتسم على وجهه ابتسامة خبيثة بسماعة التليفون قائلا: لقد وصل صاحبنا منذ لحظات وهو في الطريق إليك الآن. وجاءه الرد من الطرف الآخر قائلا: هل أرسلت كوبرن لتعقبه؟ أجابه صاحب الابتسامة الخبيثة قائلا: اطمئن، فأنا أنفذ التعليمات بمنتهى الدقة، لقد استقل إحدى سيارات الأجرة من أمام المطار وكوبرن يتعقبه كما يتعقب الصقر الحمامة، ولن يدعه يغيب عن نظره لحظة حتى يطمئن أنه قد سقط بين يديك. وجاءه الصوت الآخر قائلا: عموما ما دام قد وصل إلى هونغ كونغ فلن يتمكن من الذهاب إلى أي مكان آخر في العالم. وأطلق صاحب الابتسامة الخبيثة ضحك أكثر خبثا وهو يضيف: عاد القبر طبعا. ثم وضع السماعة وغادر كابينة التليفون وضع النظارة سوداء قاتمة فوق عينيه. وفي هذه الأثناء كان سائق التاكسي الذي استقله الرجل القادم من القاهرة يحاول أن يفسح لنفسه الطريق خلال الشوارع الضيقة المكتظة بالبضائع المحلية، تلك البضائع التي تشتهر بها هذه الجزيرة الصينية الصغيرة التي تجمع بين غموض الشرق ومادية الغرب، فهي برغم صغر حجمها تعد من المراكز التجارية الهامة في العالم وجزءا من الحضارة الصينية القديمة. ومضت سيارة التاكسي تشق طريقها بصعوبة بالغة خلال هذه الطرق الضيقة المزدحمة في بطء شديد، فصار من العسير على السيارات الأخرى المطاردة تتبع سيارة التاكسي والاقتراب منها مع الزحام الشديد. وبين الفينة والفينة كان الرجل ذو النظارة الطبية يتطلع خلال المرآة الصغيرة المعلقة داخل التاكسي إلى السيارة التي تتبعه، وقد تزايد قلقه واضطراب إلى أن توقف سائق التاكسي أمام حانوت صغير للتحف الصينية وقال له: ها نحن أولاء قد وصلنا يا سيدي. ونقده الرجل أجره على عجل وأسرع بدخول الحانوت وهو يتلفت وراءه في حين توقفت السيارة الأخرى غير بعيد عن الحانوت. ويبدو أنها لم تكن السيارة الوحيدة التي تتبع الرجل، فعلى مسافة قريبة من تلك السيارة كانت هناك سيارة ثانية تنتظر خروج الرجل من حانوت التحف. ولم يكد صاحب النظارة الطبية يجتاز عتبة الحانوت حتى دنا منه رجل صيني ضئيل الحجم وانحنى أمامه في أدب جم قائلا له: هل من خدمة أؤديها لك يا سيدي؟ قال له الرجل باضطراب: إنني على موعد مع السيد لي سونغ وأود مقابلته في أسرع وقت. أجابه الرجل الصيني ببرود: يبدو أن هناك خطأ يا سيدي، فأنا لا أعرف شخصا يدعى لي سونغ. وأخرج الرجل ذو النظارة الطبية إحدى القطع المعدنية المنقوش عليها صورة لتنين ينفث النيران وأدناها من الرجل الصيني قائلا: ليس أمامي وقت، فهناك من يتعقبني بالخارج. ولم يكد الرجل الصيني يلمح صورة التنين المنقوشة على القطع المعدنية حتى تغيرت ملامحه في الحال، وجذب الرجل من ذراعه قائلا: اتبعني من هنا. وأزاح ستارة طويلة تغطي إحدى أركان الحانوت ليدخل به إلى غرفة صغيرة أشبه بالمخزن حافلة بالتحف والتماثيل الصينية، وقام بإزاحة أحد الصناديق الخشبية الضخمة فبدأ أسفله غطاء خشبي يغطي جزءا من أرضية الحجرة، وجذب الرجل الصيني الغطاء إلى أعلى لتظهر أسفله سلالم حديدية تنتهي إلى قبو مظلم. قال الصيني للرجل ذي النظارة: أسرع بالهبوط فهذا القبو سيفضي بك إلى السيد لي سونغ.
ولم يكد الرجل يسارع بالهبوط حتى أعاد الصيني إغلاق الغطاء الخشبي دونه. 2. خدعة المايكروفيلم. وفي مكان آخر وفي داخل إحدى الفيلات المشيدة على الطراز الأوروبي والمطلة على الساحل، وقف رجل ضخم عريض المنكبين ذو شعر قصير يكاد الصلع ينتشر على جانبي رأسه، يوبخ اثنين من رجاله بعنف قائلا: إذا تركتماه يفلت منكما أيها الغبيان. أجابه أحدهما بقوله: سيدي، لقد رأيته بعيني هاتين يدخل حانوت التحف الصينية دون أن يغادره. استأنف الرجل الضخم حديثه في حدة: ولماذا لم تقتحم الحانوت وتقلبه رأسا على عقب؟ أعدمت الوسيلة لكي تحمل صاحب الحانوت على البوح لك بمكان اختفاء هذا الوغد؟ أم أنه وضع طاقية الإخفاء فوق رأسه؟ أجابه الرجل في انكسار: لقد حاولت أن أفعل، ولكن يبدو أن صاحب الحانوت كان على علم بأنني أطارده، فقد رأيته يهم باستدعاء الشرطة في أثناء دخولي لحانوته وهددني بتوريطي في جريمة سرقة بالإكراه ما لم أغادر الحانوت فورا. وهو الرجل الضخم بيده على المنضدة في حنق وغيظ. قال الرجل الثاني الذي بالغرفة: إنه لن يذهب بعيدا يا كولونيل، لقد قلت أنت نفسك إنه ما دام قد وصل إلى هونغ كونغ فلن يتمكن من مغادرتها إلى أي مكان آخر في العالم. تكلم الرجل الضخم المدعو بالكولونيل: إنما يعنيني ليس هو أن يبقى أو أن يذهب، ولكن ما يعنيني هو الحصول على المايكروفيلم. وفجأة ومضت إشارة ضوئية حمراء من جهاز تلفزيوني صغير على المكتب القائم في منتصف الغرفة، فأسرع أحد الرجلين اللذين مع الكولونيل يفتح الجهاز التلفزيوني، فبدت على الشاشة صورة رجل يقول: هناك شخص يطلب مقابلة الكولونيل. وضغط الرجل الواقف أمام الجهاز على أحد أزراره ليظهر على الشاشة صورة ذلك الضيف، ولم يكد يتحقق من شخصيته حتى انفرجت أساريره وبدأ وكأنه أمام مفاجأة غير متوقعة، فهتف قائلا: سيدي الكولونيل، أتعرف من أتى إلى هنا الآن؟ إنه الرجل الذي تبحث عنه. واندفع الكولونيل نحو الشاشة التلفزيونية وهو يكاد لا يصدق، ثم ضغط على زر الصوت في الجهاز قائلا: دعه يدخل فورا. وما هي إلا لحظات حتى انفتح باب إلكتروني في الغرفة ليظهر على عتبته الرجل صاحب النظارات الطبية. استقبله الكولونيل باسطا ذراعي وهو يهتف: عزيزي صفوان، أين ذهبت؟ شد ما قلقنا عليك. ابتسم صفوان ابتسامة ساخرة قائلا: علي أم على المايكروفيلم؟ سيدي الكولونيل، لا أكتمك أنني لم أرتح لهذا الأسلوب الذي استقبلتني به هنا، فإطلاق رجالك خلفي لتعقبي دليل على عدم الثقة، وعدم الثقة ينبئ بالغدر، وهو ما يدفعني إلى الحذر منك. قال له الكولونيل وهو يشد ابتسامة زائفة إلى وجهه: ما هذا الذي تقوله يا عزيزي؟ يبدو أنك أنت الذي أصبحت تفقد الثقة في الكولونيل. إن الرجل الذي أرسلته وراءك كان يحدث إلى حمايتك وتأمين وصولك من المطار إلى هنا، فربما حاول المصريون تتبعك إلى هذا المكان، خاصة وأنت تحمل جزءا هاما من أسرارهم. ومع ذلك فبدلا من أن تقدر حرصنا على حمايتك وتأمين تحركاتك، تعمد إلى هذه الخدعة الغريبة للهروب من حارسك. عموما دعنا الآن من كل هذا وأخبرني، هل أحضرت معك المايكروفيلم؟ ونظر صفوان إلى الرجلين الواقفين بالغرفة نظرة ارتياب، ولكن الكولونيل ربت على ذراعه مطمئنا وهو يقول له: لا تقلق، إنهما من رجال المخلصين. قام صفوان بخلع نظارته الطبية ليفك إحدى ذراعيها ويخرج من داخله مايكروفيلما دقيقا للغاية، أمسكه بين أصابعه وأدناه من الكولونيل الذي برقت عيناه عندما وقع نظره عليه، وهم بمد أصابعه لالتقاطه، ولكن صفوان أبعد يده بسرعة وأمسك بالمايكروفيلم بين أنامله في حرص قائلا له وقد اكتسى وجهه بملامح الجد والعبوس: المبلغ المتفق عليه أولا. أشعل الكولونيل سيجارا ضخما وهو يبتسم له قائلا: وماذا يضمن لي أنه المايكروفيلم المطلوب ما دمت مصرا على عدم الثقة يا عزيزي؟ فدعني أنا الآخر أبادلك نفس الشعور، فأنا لن أدفع نقودا قبل أن أتأكد من جودة البضاعة. صفوان: حسنا، دعنا نرى مقدمة الفيلم فقط، ولكنك لن تشاهد الفيلم كاملا قبل أن تدفع المبلغ المتفق عليه.
الكولونيل، وأنا أوافق. ثم نادى الكولونيل أحد رجاله ليزيح ستارة معلقة على الحائط، فظهرت خلفها شاشة سينمائية صغيرة، وقام شخص آخر بإحضار جهاز تصوير سينمائي، فتقدم صفوان ووضع المايكروفيلم بداخله وبدأ يشغل الجهاز، وعلى الشاشة ظهر عدد من الوثائق تحمل أرقاما ورموزا سرية، ثم صورة لأحد الأشخاص وبجانبه رقم واسم شفري إلى جواز اسمه الحقيقي. وفجأة أوقف صفوان الجهاز ليسترد المايكروفيلم بعد أن أضيئت أنوار الحجرة، وقال مخاطبا الكولونيل: ها قد تأكدت الآن من نوع البضاعة، وسوف تكون في حوزتك كاملة بمجرد تسلمي النقود. فابتسم الكولونيل ابتسامة ماكرة وهو يقول: نعم، تأكدت أنني لن أبخسك حقك. ثم نادى أحد رجاله وكان واقفا خلف صفوان ليقول له: كوبرن، أعطيه المبلغ المطلوب. واستدار صفوان ليفاجأ بطلقة نارية تصوب إليه من الرجل الواقف خلفه. سقط صفوان على حافة المكتب وهو يجاهد في التشبث به، وقد لطخ دمه المكتب وما عليه. هذا في حين ظل الكولونيل ينظر إليه وعلى وجهه ابتسامة شيطانية ويقول له: هذا هو الثمن الوحيد الذي تستحقه يا عزيزي. جاهد صفوان في التغلب على آلامه، وخرجت الكلمات من بين أسنانه في ضعف ووهن تقول: كنت أتوقع منك ذلك أيها الوغد، فأنا لم أثق بك قط. هناك شيء لابد أن أخبرك به قبل أن أموت أيها الكولونيل الغبي، إن الجزء الذي شاهدته من المايكروفيلم هو الجزء الأصلي الوحيد، أما باقي الفيلم فهو زائف يحتوي على إعلانات عن لعب الأطفال اليابانية لا أكثر. فانتفض الكولونيل وهو يمسك بكتفيه وهتف: أنت تكذب أيها الحقير. صفوان: بل هي الحقيقة التي ستكتشفها الآن بنفسك، إن الفيلم الحقيقي بأكمله لدى أحد أصدقائي الذي وعدني إذا لم أعد إليه خلال ساعتين من زيارتي لك فسيسارع بإحراقه. وهكذا تجدون متكافئين في الغباء، أنا لأنني تعاملت مع وغد مثلك، وأنت لأنك استعنت برجل مثلي. ثم لم تلبث أصابعه أن تراخت من فوق حافة المكتب ليهوي إلى الأرض مدرجا في دمائه، وقد فارق الحياة فيما كانت نظرات الحنق والغضب تكاد تقفز من عيون الكولونيل ورجاله. 3. مهمة مصيرية. كانت دعوة غريبة حقا تلك التي تلقاها ممدوح من اللواء مراد لمشاطرته في لعبة الجولف، تلك اللعبة التي كان اللواء مراد حريصا على ممارستها عدة ساعات من كل أسبوع بنادي الجزيرة الرياضي. فاللواء مراد لا يمارس هذه الرياضة غالبا إلا مع عدد محدود جدا من أصدقائه القدامى، ولم يسبق له أن دعا أحد ضباط إدارته لمشاركته هذه الهواية. لذا فقد ظل ممدوح طوال الساعتين التي شارك فيها رئيسه اللعب ينتظر أن يكشف له عن الأسباب التي تكمن وراء هذه الدعوة. ولكن هيهات، فاللواء مراد ليس من أولئك الأشخاص الذين يمكن استخلاص شيء منهم بسهولة. إنه لم يكن ليدع حتى لتعبيرات وجهه أن تكشف عن مكنوناته الدفينة، فهو الذي يختار ويحدد دائما الوقت المناسب للحديث في أي موضوع، وطبقا لما يراه هو أنه الأصوب. لذلك شعر ممدوح بالارتياح عندما توقف اللواء مراد عن اللعب متأهبا لكسر حاجز الصمت الذي دام بينهما طوال ساعتين. أمسك اللواء مراد بعصا الجولف بين يديه قائلا لممدوح: لقد آثرت أن نلتقي هنا اليوم بعيدا عن الإدارة نظرا لحساسية الموضوع الذي سنتحدث فيه. وبدا على ممدوح الاهتمام الشديد والإنصات التام لرئيسه، وقد أدرك أن استنتاجه كان صائبا، وأن هذه الدعوة تحمل وراءها ما هو أكثر من تزكية الفراغ في لعبة رياضية. استأنف اللواء مراد حديثه قائلا: لعلك سمعت عن العملية صاد ممدوح. نعم، صاد 333، إنها العملية التي أسندت إلى العقيد فهمي، وأعرف أنها من العمليات السرية للغاية بالنسبة للإدارة، حتى أن أغلبنا لا يعرف عنها شيئا، لدرجة أنه حيل بيننا وبين الاتصال بالزملاء المسندة إليهم حتى تنتهي النهاية المرجوة. اللواء مراد: مع الأسف يبدو أن هذه العملية ستنتهي نهاية غير التي خططنا لها.
بل أخشى أن أقول إن هذه العملية قد تنهي عمل الإدارة نفسه وتصفي نشاطنا بأكمله. قطب ممدوح جبينه ونظر إلى رئيسه في دهشة قائلا: إدارتنا تصفى؟ ماذا يعني هذا يا سيدي؟ اللواء مراد: لقد آن الأوان لكي تعرف أسرار هذه العملية. أنت تعرف أن كل عدة سنوات تقوم وزارة الداخلية وجهاز المخابرات المصرية بترشيح عدد من رجال الأمن بالدول العربية والدول الصديقة للحصول على تدريب عملي على وسائل الأمن الحديثة داخل إدارتنا، وذلك باعتبارنا من أجهزة الأمن المميزة على المستوى العالمي. وبرغم أن الدورات التدريبية هذه ترهقنا نظرا لما ينبغي تحقيقه من توازن دقيق بين اطلاع هؤلاء المبعوثين على أحدث وسائل وطرق الأمن التي نطبقها داخل إدارتنا وبين الحفاظ على السرية المطلوبة لعملنا ووسائلنا الخاصة، إلا أننا لا نستطيع أن نعتذر عن أداء هذا الدور الواجب علينا تجاه دول شقيقة وصديقة. وخلال إحدى الدورات التدريبية السابقة أرسلت إحدى الدول الشقيقة 3 من ضباطها للتدريب بالمكتب 19، ولكن التحريات التي أجريناها أثبتت ويا للأسف أن أحد هؤلاء الضباط ويدعى صفوان حداد خائن لبلده، وأنه يعمل لحساب مهرب دولي خطير معروف باسم الكولونيل ممدوح. نعم إنني أذكر هذا الاسم جيدا، فهو من كبار المهربين في العالم، وقد أحبطنا له أكثر من محاولة لتهريب الأفيون والهروين إلى الشرق الأوسط. اللواء مراد: تماما، وهو لم ينس لنا ذلك، لذا فقد استطاع تجنيد هذا الضابط للعمل بحسابه، وباتته الفرصة عندما أرسلته دولته للحصول على دورة تدريبية بإدارتنا، فكلفه تصوير عدد من الوثائق والمستندات الهامة والخاصة بالإدارة عن طريق مايكروفيلم دقيق للغاية، ثم تهريب هذا الفيلم مقابل مبلغ من المال يتيح له الهروب والحياة بالخارج. ممدوح: وما الذي كان يهدف إليه الكولونيل من وراء تصوير هذه الوثائق والمستندات الخاصة بنا؟ اللواء مراد: إن كشف هذه الوثائق والمستندات سواء عن طريق أجهزة الإعلام أو أجهزة المخابرات المعادية يعني القضاء على سرية عملنا وعملائنا، فعندما تصبح إدارة مثل إدارتنا بدون خطاء سري ومكشوف أمام العالم فهذا يعني نهاية هذه الإدارة وتصفية عملها، والكولونيل يعرف ذلك جيدا ونحن أيضا نعرفه. فقد تكشفت لنا أبعاد هذه العملية منذ اللحظة الأولى، وذلك بالتعاون بيننا وبين الدولة الشقيقة التي كشفت مؤخرا حقيقة دراكولاها. لقد كان الهدف النهائي للكولونيل من وراء هذه العملية تحقيق غرضين: الأول تهديدنا بكشف هذه الوثائق والمستندات إذا لم نقم بالإفراج عن رجاله الذي قمنا باعتقالهم في العام الماضي، الثاني المساومة على أن نغض النظر عن إحدى عمليات التهريب التي يزمع القيام بها داخل بلادنا في القريب. وبالنسبة لنا فقد اعتبرنا هذا العميل الخائن فرصة تتيح لنا الوصول إلى الكولونيل نفسه، وهي فرصة لم تتح للكثير من أجهزة الأمن الدولية التي تطارده في أنحاء متفرقة من العالم، لذا فقد قررنا تسهيل مأموريته مع وضعه تحت المراقبة الدائمة منذ اللحظات الأولى حتى وصوله إلى مقر الكولونيل، ويبدو أننا قد أفرطنا في الثقة فلم نقلق كثيرا لتصويره الوثائق والمستندات السرية الخاصة بالإدارة، وضعين في اعتبارنا أن المايكروفيلم الذي سيحتوي على هذه الأسرار سيكون بين أيدينا قبل وصوله إلى الكولونيل. فقد كانت الخطة الموضوعة تتضمن الإطباق على الكولونيل ورجاله في اللحظة التي يصل فيها صفوان إلى مقره، وهي خطة رسمت بدقة وتعاون فيها العقيد فهمي مع عدد من أجهزة الأمن المختلفة ومن بينها مباحث هونغ كونغ التي كانت هي المحطة الأخيرة لنهاية هذه العملية. ممدوح: وما الذي حدث؟ اللواء مراد: الذي حدث هو أن صفوان لجأ إلى حانوت صغير للتحف الصينية في هونغ كونغ قبل أن يتوجه إلى مقر الكولونيل ليختفي بعدها تماما. ممدوح: وكيف يختفي على هذا النحو؟ اللواء مراد: لقد علمنا بعد ذلك أن هذا الحانوت يحتوي على ممر سري ينتهي إلى إحدى الغابات القريبة، أما عن صاحب الحانوت فقد اختفى بدوره. ممدوح: والكولونيل؟ اللواء مراد: لقد توصلنا إلى مقره في النهاية ولكن بعد فوات الأوان، فيبدو أنه شعر بوصولنا واستطاع الهروب بوسيلة ما، فلم يكن موجودا هو أو رجاله، وإنما وجدنا بدلا منه جثة صفوان ملقاة على الأرض وقد مزقها الرصاص ومايكروفيلم زائف إلى جواره. ممدوح: أمر غريب حقا. اللواء مراد:
الأغرب منه أننا قد تلقينا رسالة غريبة من أحد الأشخاص يخبرنا فيه بأن الفيلم الحقيقي لم يصل بعد إلى الكولونيل، وأنه لديه لم يطلع عليه أحد بعد، وأنه إذا ما كنا حريصين على استرداده فعلينا أن نرسل شخصا ما للتفاهم مع ذلك الرجل الذي لم يذكر حتى اسمه. وهنا أطرق المقدم ممدوح برهة ثم رفع رأسه وقال: إني على استعداد للتفاهم معه، وأرجو أن تكون سيادتكم قد رشحتني للقيام بهذا الدور. دس اللواء مراد يده في جيبه ثم أخرجها وبها تذكرة طائرة، قدمها إلى ممدوح قائلا له: هذه تذكرة سفر إلى هونغ كونغ في الطائرة التي ستقلع مساء غد، والآن هيا بنا نذهب إلى المكتب للاتفاق على التفاصيل. 4. ساحة الموت. في اليوم التالي لوصوله إلى هونغ كونغ، توجه ممدوح لمشاهدة مباراة في المصارعة الصينية بإحدى الساحات الرياضية الشهيرة في تلك الجزيرة والتي تعرف بساحة الموت. فقد كان الاتفاق أن يلتقي ممدوح بأحد أتباع ذلك الرجل الذي يحوز المايكروفيلم داخل هذه الساحة الرياضية أو ساحة الموت كما يسمونها. ولم تكن هناك ثمة وسيلة للتعارف سوى ارتداء ممدوح لقميص وبنطلون بنفسجي اللون، ثم الجلوس في إحدى زوايا الساحة ممسكا بباقة من زهور البنفسج في انتظار قدوم ذلك الرجل. ولم يكد ممدوح يدخل إلى الساحة الرياضية حتى شعر بحرج شديد، فقد جذب مظهره الغريب انتباه الحاضرين وتغامزوا عليه، ولكنهم سرعان ما انشغلوا عنه عندما أعلن حكم الحلبة عن بدء المصارعة. وبدت تلك الساحة الرياضية بالنسبة لممدوح أقرب إلى الساحات الشعبية منها إلى ساحة للمصارعة، حيث ترصت أعداد من المقاعد الخشبية تحيط بحلبة مصارعة قديمة وقد جلس عليها جمهور المشاهدين متلاصقين، وقد غلب عليه من فعال وحشي صارخ وهم يلوحون ويهللون للمنافسين فوق الحلبة. أما المصارعان فلم يكون أقل وحشية أو قسوة من كل هؤلاء الذين يشاهدونها. وبدا المصارعان بجسديهما الضخمين أقرب إلى الدببة المتوحشة أو الغوريلات الهائجة، وأطفت تلك الأقنعة الجلدية التي وضعاها فوق وجهيهما على مظهريهما مزيدا من الوحشية والبشاعة. واختار ممدوح لنفسه مكانا وسطا بين الجمهور المتحمس وراح يتابع هذه المباراة الغريبة. وبدا له أن هذه المصارعة لا تخضع لأي قواعد سوى قاعدة العنف المطلق، إذ رأى الخصمين وهما يستخدمان جميع الوسائل والأساليب المعروفة وغير المعروفة لأنواع مختلفة من المصارعة والملاكمة والكاراتيه والتايكوندو بصورة تتنافى وكل القواعد المتفق عليها بالنسبة لهذه الألعاب. ومرت على ممدوح 15 دقيقة وهو يتابع ذلك العراك الدامي الذي يدور أمامه فوق حلبة المصارعة دون أن يظهر ذلك الشخص الذي جاء من أجله، إلى أن شعر برجل يتخذ مجلسه بجانبه وقد أخذ بدوره يتحمس للمباراة وهو يصيح ويلوح بيديه، ثم لم يلبث أن تحول هذا الرجل إليه قائلا: أمر غريب أيها الأجنبي، إنك تبدو غير مكتث قط بالمصارعة، أتأتي عادة لمشاهدة مباريات المصارعة حاملا طاقة من الزهور؟ علق ممدوح قائلا: إنني لا أستطيع أن أفارق زهور البنفسج في أي مكان أذهب إليه. ابتسم الرجل الآسيوي قائلا: أعرف شخصا آخر يعشق ذلك النوع من الزهور وهو يريد أن يتعرف بك، فهل ترغب في أن تأتي معي لمقابلته؟ أيقن ممدوح أن محدثه هو الشخص المنشود فأجابه قائلا: سيكون ذلك من دواعي سروري. الرجل الآسيوي: إذن اتبعني. ونهض الرجل من مكانه ليغادر المكان وممدوح في أثره. وفي الخارج كانت هناك سيارة عتيقة الطراز في انتظار ممدوح وقد جلس سائقها أمام عجلة القيادة، ودعاه الرجل الآسيوي لركوب السيارة ثم جلس إلى جواره لتنطلق بهما بعيدا عن المدينة. وبعد مسيرة ساعة أو نحوها وصلوا إلى قصر مشيد على الطراز الصيني القديم، وقد أحاطت به الأبواب الحديدية التي سارع عدد من الرجال إلى فتحها أمام السيارة. واستأنفت السيارة العتيقة سيرها وسط مساحة شاسعة من الخضرة الجميلة المحاطة بأحواض عديدة من زهور البنفسج، إلى أن توقفت أمام مبنى القصر الداخلي الذي تزينه رسوم صينية غريبة الشكل وقد أحاطت به تماثيل مختلفة لوحوش خرافية. ارتقى ممدوح درجات سلم القصر وهو يدير بصره فيما حوله، واقتاده الرجل الأسيوي إلى إحدى الغرف ذات المظهر الغريب الذي يتلائم مع كل ما يحيط بهذا القصر من غموض وغرابة.
كانت الغرفة على شكل دائري، وأثاثها كله مكسو بقماش مخملي داكن الحمرة، وقد توسطها تمثال ضخم لتنين مخيف ذي أجنحة. طلب منه الرجل الأسيوي الانتظار داخل الغرفة حتى يحضر السيد لي سونغ لمقابلته، ثم تركه وانصرف. كانت هي المرة الأولى التي يسمع فيها ممدوح باسم مضيفه. إن الاسم ليس غريبا على أذنه، خيل إليه أنه قد سمع هذا الاسم من قبل، ولكن أين لا يذكر. وشد انتباه ممدوح تمثال التنين الرهيب ليصرفه عن الاستغراق في محاولة تذكر الاسم، فلبث يرقب النظرات المخيفة التي تنبعث من عيني التمثال محدثا نفسه: لا شك أن الفنان الذي نحت هذا التمثال كان بارعا للغاية، فهذا التنين المخيف يكاد يبدو حقيقيا لدرجة أن المرء يخشى أن يلمسه برغم يقينه أنه أمام تمثال أصم. وبينما هو في تأمله لتمثال البشع، سمع صوتا يأتيه من خلف يقول: حذاري أن يفتك بك تنينيس أيها الصديق، فهو لا يرتاح لنظراتك المتطفلة. 5. السيد لي سونغ. استدار ممدوح بحدة ليرى خلفه رجلا قصيرا بدينا أصلع الرأس ذا عينين ضيقتين وشارب رفيع يتدلى فوق شفتيه، قد ارتدى عباءة صينية كتلك التي كان يرتديها أباطرة الصين في عصورهم القديمة. وأمسك الرجل الصيني بإناء من الفخار فوق مائدة في أحد أركان الغرفة، وصب منه بعض العصير في كوب صغير قدمه لممدوح قائلا: هذا الكوكتيل من الفواكه النادرة، لا نقدمه إلا للضيوف الأعزاء، قل لي هل أعجبك التمثال؟ تناول ممدوح كوب العصير وهو يشكره قائلا: إنه يثير الإعجاب والرهبة في آن معا. قال له الرجل الصيني ساخرا: يقال إننا متشابهان، أنا وهذا التنين، فما رأيك؟ وتجاهل ممدوح السؤال وقال: إنك السيد لي سونغ فيما أعتقد. أجابه الرجل الصيني قائلا: تماما أيها المقدم ممدوح. ودهش ممدوح وسأل: وكيف عرفت اسمي؟ فأخرج لي سونغ من جيبه جواز السفر الخاص بممدوح ليقدمه له قائلا وهو يتأمل وقع المفاجأة عليه: أليس هذا هو جواز سفرك؟ كان عليك أن تكون حذرا عند ذهابك إلى ساحة الموت، فالنشالون هناك خطيرون للغاية. ابتسم ممدوح وهو يتناول جواز سفره قائلا له: يبدو أن لديك هناك فريقا كاملا منهم. وجلس لي سونغ على أحد المقاعد ليبادل ممدوح ابتسامته الصفراء بابتسامة صفراء قائلا: ليس النشالون فقط، هم كل فريقي يا سيد ممدوح، فلدي أيضا مغامرون ومهربون وقتل محترفون، وكلهم يخضعون لنفوذي ويأتمرون بأمري. وهنا تذكر ممدوح ذلك الرجل، لقد أرسل عددا من رجاله إلى القاهرة منذ سنوات في محاولة لاغتيال أحد الدبلوماسيين الأسيويين مقابل مبلغ من المال دفعته له إحدى المنظمات السياسية المتطرفة، ولكن إدارة العمليات الخاصة نجحت في إحباط هذه المحاولة قبل ارتكاب الجريمة بلحظات، وقد تردد وقتها اسم لي سونغ في التحقيقات. وابتسم ممدوح في قرارة نفسه بمرارة وحدث نفسه قائلا: إذن فالمايكروفيلم أفلت من يد الكولونيل أحد الأعداء الألداء لإدارتنا ليقع في يد عدو ألد بل أشد خطورة، وهو لي سونغ زعيم أكبر العصابات الصينية. وقطع لي سونغ على ممدوح تفكيره قائلا له: والآن دعنا ندخل في الموضوع مباشرة، إنكم تبحثون عن مايكروفيلم يحتوي على أدق أسرار جهازكم الأمني المعروف بإدارة العمليات الخاصة، وهذا المايكروفيلم في حوزتي، لقد سلمه لذلك الأحمق صفوان قبل أن ينهي تلك الصفقة التي أراد أن يعقدها مع الكولونيل، معتقدا أنني سأتكفل بحمايته من شرور الكولونيل مقابل 150 ألف دولار فقط، أو أنني سأكون من الإخلاص بحيث أنفذ وصيته وأحرق ذلك المايكروفيلم في حال موته. وبما أنه ليس من المعروف عني صفة الإخلاص، فلم يكن يعنيني كثيرا أن يبقى رجال الكولونيل على ذلك التعس أو يتخلصون منه، كما أنني لست من الحمق بحيث أدع مايكروفيلم كهذا يحترق، خاصة بعد أن أصبح يمثل ثروة بالنسبة لمن يحوزه. ولكي أكون صريحا معك، دعني أقول لك إنني لا أهدف إلى تصفية أحقاد قديمة بيني وبين المكتب 19 كما كان يهدف الكولونيل، برغم أنكم أحبطتم لي إحدى عملياتي الهامة، كما أنه لم تعد لي مصالح على درجة من الأهمية بالنسبة لبلادكم،
حتى أساومكم عليها عن طريق هذا الفيلم الذي أحوزه. إنني رجل عملي وأعرف كيف أستثمر ما في يدي، كما أنني أدرك مدى أهمية هذا الفيلم وأن فيه نهاية أو بقاء إدارتكم الشهيرة. وبرغم العداء القديم بيني وبين الكولونيل، إلا أنه في اعتقادي سيكون على استعداد للاتفاق معي على دفع عدة ملايين من الدولارات مقابل الحصول على هذا الفيلم. وليس هو وحده الذي سيكون مستعدا لعقد مثل هذا الاتفاق، فأعدائكم كثيرون وكلهم مستعدون لدفع مبالغ أكبر، ولكني قدرت أن حب البقاء قد يدفعكم إلى التضحية بدفع مبلغ يتجاوز ما يدفعه الآخرون. لذا فإنني سأفتتح المزاد ب10 ملايين دولار ولمدة أسبوع واحد فقط اعتبارا من اليوم، وسوف يكون المايكروفيلم من نصيب من يدفع أكثر ويرسو عليه المزاد في النهاية. فإذا أرادت إدارتكم أن تدخل المزاد، فعليك أن تبلغ رؤسائك بأن الاتفاق النهائي سيكون في نهاية هذا الأسبوع وفي نفس الموعد، وسوف يحضرك رجالي إلى أحد الأماكن بنفس الطريقة للانتهاء من هذه الصفقة. وهز لي سونغ جرسا صغيرا أمامه، وظهر إليه 3 رجال، ودون أن يدع لممدوح فرصة التعقيب على كلامه، أشار للرجال 3 قائلا: أوصلوا هذا السيد إلى المدينة. واصطحب الرجال 3 ممدوح إلى الخارج، ولكن قبل أن يجتازوا باب الحجرة استوقفهم لي سونغ قائلا لممدوح: لقد فاتني أن أخبرك بملحوظة صغيرة أريد منك أن تنقلها لرؤسائك ليأخذوها بعين الاعتبار. إن أي محاولة لاستعراض ذكاءكم معي أو اللجوء لوسائل أخرى غير المال للحصول على المايكروفيلم فضلا عن عدم جدواها، فإنها ستؤدي إلى خروجكم من المزاد بصفة قطعية. واستدار عائدا دون أن يدع لممدوح الفرصة مرة أخرى للتعقيب. 6. داخل قصر التنين. عقد المقدم ممدوح والعقيد فهمي من إدارة العمليات الخاصة اجتماعا مع الجنرال كاي شينغ رئيس مباحث هونغ كونغ، وذلك من أجل الاتفاق على وضع خطة لمواجهة هذا الابتزاز الإجرامي الذي يريد أن يفرضه لي سونغ على الحكومة المصرية. وكان تصريح رئيس المباحث الصينية مخيبا للآمال، إذ قال لهما: إننا نعرف مدى خطورة لي سونغ وأنه يسيطر على عدة عصابات في هونغ كونغ ترتكب أنواعا مختلفة من الجرائم، ولكن للأسف لا نملك حتى الآن أدلة قاطعة تحت أيدينا تمكننا من مواجهته وإلقاء القبض عليه. فرجال عصاباته يطبقون دائما شفاههم ولا يدلون بأدنى اعتراف عند القبض عليهم، ولا يتيحون لنا الحصول على أي دليل لإدانته، فهم يعرفون المصير الذي ينتظرهم إذا ما أدلوا باعترافات صريحة عن نشاط لي سونغ الحقيقي ومؤسسته الإجرامية. فضلا عن أن هذا الرجل له هنا نفوذ قوي للغاية يتيح له الاختفاء وراء شخصية رجل الأعمال الثري. العقيد فهمي: إن كل ما نبغيه هو مساعدة وتسهيل مهمة أحد رجالنا للتسلل إلى قصره بحثا عن المايكروفيلم. كاي شينغ: لكن ذلك يعرضنا لمسؤولية جسيمة، فليس من المقبول أن نساعد شخصا ما وأيا كان قصده في التسلل إلى مساكن الآخرين مهما كانت الشبهات تحوم حولهم، وذلك ما دمنا لا نملك أدلة مؤكدة ضدهم. المقدم ممدوح: إنكم لن تحصلوا على دليل إدانة واحد ضد لي سونغ خارج أسوار قصره، فهو حريص للغاية كما تقول، وقد يمكن التوصل إلى هذا الدليل إذا ما ساعدتني في التسلل إلى قصره، فقد يكون في اختراق حاجز السرية المضروب حول قصر لي سونغ بداية النهاية للقضاء على نفوذه الإجرامي في هونغ كونغ وأجزاء من العالم شتى. كاي شينغ: لو أنه كشف مساعدتنا لك دون وصولك إلى دليل له وزنه، فإن ذلك سيورطنا في متاعب جمة مع المحامين والهيئات القضائية. العقيد فهمي: إننا سنتحمل في النهاية المسؤولية كاملة في حال وقوع أي خطأ، ووقتها يمكن اعتبارنا أشخاصا غير مرغوب فيهم وترحيلنا في خلال 24 ساعة من هونغ كونغ. وأمسك كاي شينغ بذقنه وقد بدا عليه التفكير العميق، ثم عاد يقول: قد يتوقف هذا على الخطة التي ستلجأون إليها لدخول قصر لي سونغ. العقيد فهمي: سأشرح لك خطتنا. هدأت سيارة الشرطة التابعة لبوليس هونغ كونغ من سرعتها أمام البوابة الحديدية لقصر لي سونغ،
فلم تلبث أن أضيئت الأنوار الخارجية للقصر بمجرد توقف السيارة. وتقدم اثنان من حراس القصر إلى البوابة الحديدية ليستوضح من ضابط الشرطة عن مراده. قال لهما ضابط الشرطة: لقد جئنا لمقابلة لي تسونغ. تساءل الحارس بجفاء: لماذا؟ ضابط الشرطة: هذا ليس من شأنك، أخبره فقط أنني أريد مقابلته. وأشار الحارس لزميله كي يبلغ لي تسونغ بمقدم سيارة الشرطة، وظل هو واقفا خلف الأسوار الحديدية يحدق في ضابط الشرطة وعلى وجهه ملامح الريبة. واتصل زميل الحارس عن طريق التليفون الموجود بالكشك القريب من البوابة بالسيد لي تسونغ لإبلاغه بوصول سيارة الشرطة. وبعد قليل عاد يقول لزميله: إن السيد لي تسونغ قد أذن لك أن تسمح لهم بالمرور للحضور إليه. قام الحارس بفتح البوابة الحديدية أمام سيارة الشرطة التي كانت تضم 3 من رجال البوليس المصري، وتوقفت السيارة مرة أخرى أمام المبنى الداخلي للقصر، حيث كان حارس آخر يقف على الدرجات الأولى للسلم في انتظارها. ثم اقتاد الحارس ضباط الشرطة 3 إلى السيد لي تسونغ. وفي نفس الغرفة ذات الأثاث المخملي الأحمر التي يتوسطها تمثال التنين البشع، كان السيد لي تسونغ واقفا لاستقبالهم، حيث تقدم إليه الضابط المسؤول قائلا: يؤسفني أن نتسبب في إزعاجك يا سيد لي تسونغ، ولكننا نبحث عن أحد المشتبه فيهم، ولدينا معلومات قوية تدل على أنه داخل قصرك. وعلت وجه لي تسونغ علامات الاستياء والغضب وقال: داخل قصري؟ يجب أن تعلم أيها الضابط أن قصر لي تسونغ من أكثر الأماكن احتراما في هونغ كونغ. ضابط الشرطة: سيدي، إنني لا أقصد أي إساءة لك، لكن قد يكون هذا الشخص حاول الاختفاء هنا بشكل أو بآخر، أو تسلل إلى القصر في محاولة للسطو عليه. وكل ما أطلبه أن تسمح لنا بتأدية مهمتنا وتفتيش قصرك بحثا عن ذلك المجرم، فنحن هنا في مهمة رسمية. ونظر إليه لي تسونغ قليلا ثم قال: أمعك أمر بالتفتيش؟ فأبرز له الضابط المسؤول أمر التفتيش، وبعد تردد وافق لي تسونغ على إجراء التفتيش قائلا: حسنا، سأسمح لكم بالتفتيش من الخارج، ولكنني لن أسمح بتقليب محتويات هذا القصر وتحفه الثمينة من الداخل، ذلك وإلا اضطررت لتقديم شكوى رسمية إلى الجهات المسؤولة. ضابط الشرطة: حسنا، إنني أوافق، والآن هل تسمح لي بتوزيع رجالي في أرجاء القصر؟ وبينما الضباط الصينيون يبدأون في تأدية مهمتهم، أشار لي تسونغ إلى رجاله بمراقبتهم جيدا. وفي أثناء ذلك، وفيما كان الجميع مشغولين بهذا الجدال الدائر، غاب عن رجال لي تسونغ أن يهتموا بالسيارة التي أحضرت رجال الشرطة. فلم يكد رجال الشرطة يدخلون لمقابلة لي تسونغ حتى تحرك المقعد الخلفي للسيارة ليبرز ممدوح من أسفله، حيث كان مختبئا في تجويف سري للمقعد. ثم قام بفتح باب السيارة سريعا بعد أن تأكد من خلو المكان، وأسرع يخطو بحذر متجها نحو الأشجار الكثيفة المحيطة بالقصر، وباستخدام بعض معداته التي معه قام يتسلق جدران القصر حتى انتهى إلى إحدى نوافذه المفتوحة، وإن هي إلا ثوان حتى كان يقفز من خلال هذه النافذة إلى الداخل ومن بعيد وفوق الهضبة العالية المطلة على القصر. كان هناك شخص ما يرقب هذا المشهد بمنظاره التلسكوبي المكبر، ثم أشار بإبهامه لطائرة هليكوبتر تقل بعض الرجال كانت تختفي وراء الهضبة العالية. 7. الطعنة القاتلة. تسلل ممدوح بخفة وحذر داخل الحجرة الخالية، ثم فتح بابها بهدوء وهو قابض على مسدسه، ثم لم يلبث أن اندفع خارجا. وفي الخارج وجد نفسه في بهو كبير تزدان جدرانه بالنقوش الصينية المختلفة التي تعبر عن الحضارة الصينية القديمة. وهبط ممدوح درجات السلم المؤدية إلى الدور السفلي دون أن يلمح أحدا أو يلمحه أحد. فعلى ما يبدو كان اهتمام الجميع منصرفا إلى مجموعة رجال الشرطة الذين قدموا إلى القصر، فلم يشغلهم أي شاغل آخر. اقترب ممدوح من الحجرة الدائرية التي تحتوي على تمثال التنين، ولكنه سمع فجأة وقع أقدام مقبلة من بعيد، فأسرع يفتح باب حجرة أخرى مجاورة ومرق إلى داخلها ينشد الاختباء.
ودهش ممدوح وهو يتحسس خطواته في ظلام الحجرة عندما اصطدمت يده بتمثال صغير لأحد الفيلة معلق على جدران الحائط، عندما تبين له أن التمثال يتحرك جانبيا من مكانه، ووراءه كانت تقبع مرآة صغيرة عاكسة تنقل صورا لكل ما يجري داخل الغرفة الدائرية. وبجوار المرآة لمح ممدوح زرا صغيرا متصلا بسماعة تنقل الصوت. دنا ممدوح من المرآة فاستطاع أن يشاهد ضابط الشرطة المسؤول الذي قدم منذ قليل وهو يتحدث مع لي سونغ ويقول: إننا لم نجد للأسف أي أثر لذلك اللص في مختلف أرجاء القصر برغم المعلومات المتوافرة لدينا، فمعذرة إليك عن إزعاجك يا سيد لي سونغ، وإن كنا نرجو أن تسارع بإبلاغنا عن أي شيء قد يثير اشتباهك. فابتسم لي سونغ ابتسامة باردة قائلا: تأكد أنه يسعدني أن أتعاون مع رجال الأمن دائما، والآن هل تشاركني شرب الشاي أيها الضابط الشاب؟ أجابه الضابط قائلا: شكرا لك يا سيدي، فعلي أن أعود الآن إلى مقر عملي لكي أقدم تقريرا حول التفتيش الذي أجريناه. وودعهم لي سونغ قائلا: سأكون في خدمتكم دائما، وثق أنني سأبلغكم بأي شيء قد يثير الاشتباه. انصرف الضابط وزملاؤه في حين وقف لي سونغ يرقبهم من خلال زجاج النافذة، وفجأة بينما ممدوح يراقب ما يجري داخل الغرفة الدائرية إذ بيد كالفولاذ تمتد في الظلام لتطبق على عنقه بقوة. حاول ممدوح أن يتخلص من القبضة الفولاذية دون جدوى، وقبل أن يفكر في استخدام مسدسه كانت اليد القوية قد دفعته ليرتطم بعنف بجدران الحائط، ثم لم يلبث أن فوجئ بضربة قوية على يده أفلتت المسدس من قبضته. وفي اللحظة التي استدار فيها ممدوح نحو مهاجمه كانت لكمة هائلة قد سددت إليه لتطرحه أرضا. حاول ممدوح أن ينهض من مكانه لكن مهاجمه لم يمهله، إذ سدد له ضربة عنيفة بسن حذائه جعلت الدماء تنزف من فمه. ومن خلال الضربات العنيفة التي كانت توجه لممدوح استطاع أن يتبين شخصية الرجل، لم يكن سوى أحد هذين المصارعين العملاقين اللذين شاهدهما يتصارعان في ساحة الموت، ولكنه كان سافر الوجه بدون القناع الذي كان يضعه على وجهه في أثناء المصارعة. بدا ذلك الوجه لممدوح أكثر بشاعة من القناع المخيف الذي كان يتلثم به، وبرغم القتال غير المتكافئ بينه وبين خصمه العملاق فقد حاول ممدوح الدفاع عن نفسه، فأمسك بالرجل من ذراعه محاولا استخدام كل ما تعلمه عن فنون المصارعة والحركات المباغتة التي تطيح بالخصم، لكن الرجل لم يتزحزح من مكانه فقد لبث ثابتا كالطود، كان حجمه 3 أمثال حجم ممدوح، بل تمكن الرجل أن يرفع ممدوح إلى أعلى وكأنه يرفع طفلا صغيرا ويقذف به إلى الأرض في عنف، فلم يلبث ممدوح أن فقد رشده. وبعدها قام المصارع بتحريك تمثال الفيل المعلق على الحائط في حركة جانبية إلى الاتجاه العكسي لينفتح باب جانبي يفصل بين الحجرتين. كان لي سونغ وقتئذ جالسا على الأرض أمام مائدة صغيرة عليها أدوات الشاي، وقد جلست إلى جواره فتاتان صينيتان تعدان له الشاي. فوجئ بالمصارع العملاق وهو يقتحم عليه جلسته جرا ممدوح على الأرض ليلقي به أمامه قائلا: لقد عثرت على هذا الرجل وهو يتجسس عليك من خلال المرآة الصغيرة في حجرة الفيلة. وعلى الأثر صفق لي سونغ بيده فأسرعت الفتاتان تنصرفان، ونظر إلى ممدوح وهو يبتسم قائلا: لقد ساورتني الشكوك منذ البداية، إذا لم يكن ذلك التفتيش سوى خدعة القصد منها إدخال ذلك الوغد إلى قصري. ونهض لي سونغ من جلسته ليمسك بشعر ممدوح ويشده قائلا: إنهم أغبياء عندما تظنون أنكم تستطيعون استرداد أسراركم بهذه الأساليب العقيمة، لقد حذرتكم منذ البداية وهاكم خسرتم الصفقة إلى الأبد. ثم التقط سيفا ضخما معلقا على الحائط وقذفه إلى المصارع قائلا له: والآن أرني كيف ستؤدي عملك. ابتسم المصارع وهو يلتقط السيف كاشفا عن نواجذه وكأنه سعد بهذا الشرف الذي أولاه إياه سيده. أما ممدوح فقد بدأ يسترد وعيه شيئا ما وقد شعر بالخطر المحدق به، ثم لم يكد المصارع يرفع السيف ليهوي به على رأس ممدوح حتى كان الأخير قد التقط إبريق الشاي الذي على المائدة القريبة في مثل لمح البصر وقذف بمحتوياته في وجه المصارع الضخم.
صرخ الرجل صرخة عالية وسقط السيف من يده وأدنى راحتيه من وجهه الذي احترق بالشاي الشديد الحرارة وقد طار صوابه، ثم أبعد راحتيه من فوق وجهه ناظرا إلى ممدوح بوحشية وجنون، وهم بالانقضاض عليه كغوريلا ثائرة تريد أن تفتك بعدوها، لكن ممدوح كان أسرع منه، ففي مثل ومض البرق التقط السيف الملقي على الأرض. وفي اللحظة التي اندفع فيها المصارع نحوه كان ممدوح قد دفع بالسيف إلى صدره ليطعنه طعن نجلة، وارتسم الرعب على سحنة المصارع وهو ينظر إلى الدماء التي تنزف منه وهو لا يكاد يصدق، في حين كان السيف لم يزل مغروسا في صدره وقد نفد من ظهره، ثم لم يلبث أن هوى على الأرض قتيلا. 8. طائر الموت. لم يكن ممدوح قد التقط أنفاسه بعد حين فوجئ بلي سونغ يدير رأس تمثال التنين القائم في منتصف الغرفة نحوه ويضغط على ذراع خفي في رأس التمثال إلى أعلى، وأخذ التنين يقصف دفعات من اللهب من فمه في اتجاه ممدوح الذي تفادى النيران بأعوبة. كان رأس التمثال يدور في جميع زوايا الغرفة الدائرية قاذفا اللهب، وممدوح يقفز كالبهلوان محاولا أن يتفاداها، وضحك لي سونغ ضحكات مجلجلة وهو يراه يقفز من مكان إلى آخر والنيران تحاصره من كل جانب حتى أنها أحرقت الوسائد التي بالغرفة جميعا، وتصبب العرق غزيرا من ممدوح وصمم على أن يتخلص من هذا الموقف العصيب بأسرع ما يمكنه، فأمسك بإحدى الوسائد المشتعلة وقذف بها نحو لي سونغ، فسرعان ما أمسكت النيران بثيابه واضطرب لي سونغ وهو يحاول إطفاء النيران، في حين انتهز ممدوح الفرصة ليزحف على الأرض متجنبا قذفات اللهب المنطلقة من التمثال إلى أن وصل إليه، ثم أمسك بالذراع الصغيرة في رأس التمثال وجذبها إلى أسفل داخل الرأس فتوقف دورانها وتوقفت بدورها النيران المنبعثة من فم التنين. وقبل أن يتخلص لي سونغ من ردائه الذي أمسكت به النيران كان ممدوح قد أخذ يكيل له اللكمات العنيفة المتتالية حتى أسقطه على الأرض فاقد الوعي. أسرع ممدوح ليستوثق من إحكام انغلاق باب الغرفة، ثم جذب الحبل المتصل بإحدى الستائر وراح يشد وثاق لي سونغ في مقعد مواجه لرأس التمثال، ثم أخذ يرش الماء على وجهه حتى أفاق. فقال له ممدوح: والآن يا سيد لي سونغ، لقد أصبحت الآن سيد الموقف، فيكفي أن أجذب هذا الذراع إلى أعلى ليبدأ التنين في نفس نيرانه ليحرقك حيا. لي سونغ: لا تعتقد أنك قد ملكت زمام الموقف تماما، فرجالي في طريقهم الآن إلى هنا، فموعدي للاجتماع بهم يحين في هذه اللحظة، وإذا ما كشفوا وجودك في هذا المكان فلن يتوانوا عن تمزيقك إربا. إنني أستطيع أن أقدم عرضا جيدا، فلو حللت وثاقي فسوف أجعلك تغادر هذا القصر حيا شريطة ألا تفكر في العودة إليه أبدا. ممدوح: يجب أن تعرف أنني قد جئت إلى هذا القصر حاملا رأسي على كفي يا سيد لي سونغ، فإما أن أسترد المايكروفيلم أو نلقي حتفينا معا. أنا أعرف أن رجالك يمكنهم تمزيقي إربا كما تقول، ولكن الباب موصد من الداخل، وقبل أن يتمكنوا من تحطيمه سيكون تمثالك العجيب هذا قد تكفل بحرقك. وأمسك ممدوح بالذراع الصغيرة في رأس التمثال وبدأ في تحريكها إلى أعلى ببطء، وصرخ ليسون قائلا: أنت مجنون؟ ممدوح: أين المايكروفيلم؟ واستمر في تحريك الذراع إلى أعلى والعرق يتصبب غزيرا من لي سونغ الذي أخذ يصرخ قائلا: أرجوك توقف. ممدوح: أين المايكروفيلم؟ وانهار لي سونغ وقال: إنه داخل عين التنين اليسرى، أدرها إلى اليمين 5 مرات وستجد المايكروفيلم ملتصقا بشريط لاصق. بدا على ممدوح الدهشة والعجب من غرابة اختيار هذا المكان لاختفاء المايكروفيلم، ونفذ ما قاله له لي سونغ فأدار العين اليسرى للتمثال 5 مرات جهة اليمين، ثم جذبها إلى الخارج فتراءى له المايكروفيلم مثبتا خلف عين التنين من الداخل بشريط لاصق. انتزع ممدوح الشريط والتقط المايكروفيلم قائلا للي سونغ: منذ اللحظة الأولى أحسست بشعور غامض حيال هذا التمثال المخيف، ولكنني لم أكن أدري أنه يحتوي على كل هذه المفاجآت الغريبة، نيران حارقة، عين سحرية، لن أندهش إذا ما رأيته يتحرك الآن أمامي. وصاح لي سونغ بغضب: والآن وقد استردت فيلمك، ألا تحل وثاقي؟
ابتسم ممدوح قائلا وهو يغادر الحجرة: سأدع تلك المهمة لرجالك كي يؤدوها، فواجبهم يقتضي مساعدتك في المحن والشدائد. وبينما كان ممدوح يخطو بخطوات خارجا من المبنى الداخلي للقصر ملتزما الحذر الشديد، كان ليسونغ قد أفلح في زحزحة الكرسي المقيد فوقه ليقترب من إحدى أركان الحجرة، وجاهد لينحني ويدني فمه من صندوق صغير مثبت في الحائط، وانتزع غطاءه بأسنانه، ثم أخذ يضغط بأسنانه وشفتيه على زر أحمر صغير بداخله، فدوى في جنبات القصر رنين أجراس عالية الصدى بالغة الصخب، تعالت شدتها إلى درجة كانت كفيلة بإيقاظ الموتى في نفس اللحظة التي كان ممدوح يهبط فيها درجات السلم. فلم يكد يصل إلى الدرجة الأخيرة حتى فوجئ بعشرات من الرجال المسلحين وقد أحاطوا به من كل جانب. هنالك أدرك ممدوح أنه لا محالة هالك، وأنه لا فائدة ترجى من مقاومة كل هؤلاء الرجال، فتوقف على درجة السلم وقد شل تفكيره وانتظر نهايته، ولكنه فوجئ مفاجأة لم تخطر له على بال، إذ رأى طائرة هليكوبتر تحلق فوق رؤوس الرجال المسلحين وتحصدهم بنيران مدافعها. ارتمى ممدوح على الأرض ليتفادى الطلقات المنهمرة، في حين كان الرجال يتساقطون حوله من كل جانب، وراح بعضهم يجري في كل اتجاه تفاديا للطلقات، ولكن مدافع الطائرة أتت عليهم جميعا. وعندما وسع ممدوح أن يرفع رأسه عن الأرض تبين أنه الوحيد الذي لم يزل باقيا على قيد الحياة، ولم يصدق عينيه عندما رأى طائرة الهليكوبتر تدلي له سلما من الحبال وأحد رجالها يشير له بالصعود، ولم يشأ أن يرهق نفسه في التفكير في هوية الطائرة وركابها، بل وجد نفسه يلبي الدعوة ويتسلق السلم الطائر. 9. في قبضة الشيطان. لم يكد يستقر المقام بممدوح داخل الطائرة حتى وجد نفسه جالسا بين رجلين عدا قائد الطائرة، قال لهما شاكرا: لا أدري كيف أشكركم، لقد تدخلتما في الوقت المناسب تماما لإنقاذي من نهاية محتومة. قال له أحدهما وهو يرفع نظارته السوداء من فوق عينيه: تستطيع أن تشكرنا بطريقة عملية ممدوح؟ كيف؟ أجابه صاحب النظارة السوداء قائلا: بتسليمين المايكروفيلم الذي حصلت عليه منذ لحظات. كان ممدوح من الرجال الرابطي الجأش الحاضر البديهة، فلم يطرف له هد، بل سارع وتصنع الدهشة وهو يقول: أي مايكروفيلم؟ إنني لا أفهم ما تعنيه. ابتسم صاحب النظارة السوداء قائلا: حسنا، دعه يفهم يا كوبرن. وأخرج الرجل الجالس بجواره مسدسا ضخما من جيبه ليسدده نحو رأس ممدوح قائلا: هيا يا صديقي، لابد أن تبدي عرفانا بالجميل أكثر من ذلك. في حين قال له صاحب النظارة السوداء: لابد أنك قد سمعت عني من قبل أيها الشاب، فأنا أدعى الكولونيل ولي ملف كامل في إدارتكم النشيطة، هذا الملف مسجلا فيه بعض طباعي الشخصية، وهي أنني سريع الغضب والاندفاع، كما أنه لا تأخذني أي شفقة بمن يحاول أن يستعرض ذكاءه معي ويخفي عني أمورا أريد أن أحصل عليها، لذا عليك أن تسارع بتسليم المايكروفيلم قبل أن أظهر بعضا من طباعي. وشعر ممدوح بمرارة، فهو كمان استجار من الرمضاء بالنار، فها هو ذا قد هرب من شيطان ليقع في قبضة شيطان آخر يهدده بالموت على ارتفاع عدة أميال من سطح الأرض. صاح الكولونيل بحدة قائلا: لقد بدأ صبري ينفذ ولن أنتظر أكثر من ذلك. ولم يجد ممدوح بدا من الاستسلام إلى حين، فأخرج المايكروفيلم من جيبه ليقدمه إلى الكولونيل، وعلت وجه الكولونيل فرحة غامرة وهو يمسك بالمايكروفيلم بين أصابعه قائلا في نشوة أخفق أن يخفيها: أخيرا أخيرا حصلت عليه. سأله كوبرن الذي كان لم يزل مصوبا مسدسه إلى رأس ممدوح بقوله: والآن ماذا بشأن هذا الرجل؟ ويبدو أن فرحة الكولونيل بالحصول على المايكروفيلم كانت قد أنسته كل شيء آخر، فلم يسمع السؤال الذي عاد كوبرن يكرره عليه مرة أخرى. وانتبه الكولونيل قائلا: ها نعم الرجل، لابد أن نعرب له عن امتناننا، لذا سنجعله يختار أسلوب الموت الذي يروقه، فإما أن يلقي بنفسه من الطائرة أو يتقبل الرصاصة في رأسه مباشرة. ثم ضحك قائلا لممدوح: ها ماذا تختار؟ أجاب ممدوح ببرود قائلا: أتعرف ما هي أخطر عيوبك أيها الكولونيل؟
إنك دائما لا تتعلم من أخطائك، فاندفاعك وتهورك يجعلانك تكرر نفس الأخطاء دون أن تتعلم منها شيئا. وعلى الغضب وجه الكولونيل الذي قال له بحدة: أتجرؤ على توجيه هذه الكلمات لي أيها الوقح؟ ممدوح، لقد غدرت بصفوان وقتلته بمجرد أن سلمك المايكروفيلم، ثم اتضح لك بعد ذلك أنه كان زائفا وأنه قد أخفى الفيلم الحقيقي ليخدعك، وها أنت ذا تكرر نفس الخطأ وتريد أن تقضي علي بمجرد أن سلمتك هذا المايكروفيلم الذي بين يديك دون أن تتحقق مما إذا كان هذا المايكروفيلم الذي أعطيته لك حقيقيا أم زائفا. ألا يمكن أن أكون قد خدعتك أنا الآخر وأخفيت الفيلم الحقيقي في مكان آخر بعد أن استبدلت به هذا المايكروفيلم الزائف في أثناء هروبي من قصر ليسونغ؟ وظهرت دلائل الحيرة والتردد على وجه الكولونيل الذي بدا له كلام ممدوح معقولا، ولكن كوبرن احتج قائلا: لا تدع هذا الرجل يخدعك، إنه يريد إنقاذ نفسه من الموت بترتيد هذه الكلمات المخادعة، دعنا نلقي به من الطائرة. ولكن الكولونيل أشار له بالتوقف قائلا: إننا لن نخسر شيء على أي حال، فسوف ننتظر حتى نهبط في فيلتي ثم نشاهد الفيلم كاملا، وبعدها نقرر ما إذا كنا سنتخلص منه أم نذيقه ألوانا من العذاب تجعله يتمنى الموت العاجل حتى يكشف لنا عن مكان المايكروفيلم الحقيقي، فأنا لن أسمح لنفسي بتكرار الخطأ مرتين كما يقول هذا الشاب. وهنا وهنأ ممدوح نفسه هنا بنجاحه في التأثير على الكولونيل، فعندما تهبط الطائرة على الأرض سيكون الأمل في نجاته من الموت قد ارتفع من 1% إلى 2%، وعليه أن يتمسك بهذه النسبة، فربما أمكنه وقتئذ الإفلات من براثن هذا الشيطان، بل قد يوفق في استرداد المايكروفيلم مرة أخرى. 10. مفاجآت متوالية. هبطت الطائرة داخل الحدود المحيطة بفيلا الكولونيل على الأرض الفضاء الملاصقة لمبنى الفيلا، وكان أول الهابطين الكولونيل، وتبعه ممدوح، ثم جاء خلفهما كوبرن الذي كان يسيرا مصوبا مسدسه إلى ظهر ممدوح. ولم يكد ممدوح يخطو بضع خطوات حتى توقف قائلا لكوبرن: أتسمح لي بعقد رباط حذائي؟ صح فيه كوبرن بحدة: ليس لدينا وقت للاهتمام برباط حذائك. ممدوح: ولكني لا أستطيع السير وربط حذائي محلول. كوبرن: حسنا، أسرع حتى نلحق بالكولونيل. وجلس ممدوح القرفصاء ليعقد رباط حذائي، ولكنه في الواقع كان يعد لشيء آخر، فما أن شد رباط الحذاء إلى الخلف حتى برز من مقدمة الحذاء نصل حاد مدبب أشبه بنصل الخنجر. كان حذاءه معدا إعدادا خاصا ومزودا بشفرة حادة تتصل بسوستة مطاطية تشبه أربطة الأحذية، إن إدارة العمليات الخاصة غالبا ما تزود رجالها بهذا النوع من الأحذية لاستخدامها في المواقف الصعبة عندما تلجأهم الضرورة. ودون أن يدع ممدوح لكوبرن الفرصة لإدراك التغيير الذي طرأ على الحذاء، استدار فجأة حول نفسه دورة كاملة، وبسرعة البرق سدد ضربة قوية بمقدمة حذائه إلى معدة كوبرن، وفوجئ كوبرن بالنصل الحاد ينغرس في أمعائه، فانطلقت من مسدسه طلقة طائشة، ثم لم يلبث أن سقط منه المسدس على الأرض، وسقط على مقربة منه ودمه ينزف. واستدار الكولونيل خلفه مندهش إثر سماعه للطلقة النارية في نفس اللحظة التي تمكن فيه ممدوح من التقاط المسدس الملقي على الأرض ليصوبه نحو الكولونيل ويأمره بالعودة مرة أخرى إلى الطائرة. وفي تلك الأثناء كان قائد الطائرة لم يزل على مقربة منها بعد أن استغرق بعض الوقت في إيقاف محركاتها، وعندما رأى ما حدث أسرع عائدا إليها ليتناول المدفع الرشاش الموجود بداخلها، لكنه لم يكد يمسك بالمدفع حتى فوجئ بطلقة نارية تصوب إلى يده من ممدوح، مما جعل المدفع يسقط منه على الأرض وهو يئن ويتلوى من الألم. قال له ممدوح وهو يدنو من الطائرة يتقدمه الكولونيل: لقد كنت أستطيع أن أتلف يدك تماما، ولكنني اكتفيت بخدش بسيط حتى يسعك أن تقود الطائرة التي ستحملنا الآن من هنا، فزيارتنا السريعة لمنزل الكولونيل قد انتهت، وأمامنا زيارة أخرى نؤديها إلى مبنى شرطة هونغ كونغ. وركب الكولونيل بجوار قائد الطائرة في المقعد الخلفي على حين جلس ممدوح في المقعد الخلفي وهو يصوب مسدسه نحوهما، بعد أن أمر الطيار بالتوجه بها إلى مبنى شرطة العاصمة.
ودارت محركات الطائرة، وسرعان ما ارتفعت محلقة في السماء وهي تبتعد عن المكان. وهنأ ممدوح نفسه فقد حقق أكثر مما تمناه، إذ حصل على المايكروفيلم وأوقع بالكولونيل في آن واحد، وهو ما يتجاوز مهمته الرسمية التي كانت تقتصر على استرداد المايكروفيلم فحسب. ولكن يبدو أن ممدوح كان متفائلا أكثر مما ينبغي، فقبل أن تقترب الطائرة من مقر الشرطة نظر الطيار إلى الكولونيل نظرة ذات مغزى وهو يشير له بإبهامه إلى يد المقعد الجالس عليه محاذرا ألا يراه ممدوح أو يلحظه. وفهم الكولونيل مغزى نظراته فتحسس يد المقعد لتلمس أصابعه زرا صغيرا لا يكاد يراه، وضغط الكولونيل على الزر ليرتد مسند المقعد فجأة إلى الخلف مصطدما بممدوح الذي أربكته المفاجأة فأفلت من يده المسدس. وقبل أن يحاول ممدوح التقاط المسدس من أرضية الطائرة كان الكولونيل قد هوى على رأسه بمؤخرة مسدسه لتخمد حركته فوق مقعده بعد أن فقد الرشد. وقام الكولونيل بالتخلص من المسدس الآخر فقطفه من الطائرة وهو يبتسم بتشفي قائلا: لقد توهمت أنك تستطيع الانتصار على الكولونيل أيها الغبي، سأجعلك تندم على فعلتك هذه بعد أن أتأكد من حقيقة هذا الفيلم. واستدار الطيار عائدا بالطائرة إلى فيلا الكولونيل من جديد. ومرة أخرى هبطت الهليكوبتر في نطاق العلامة المحدودة لها داخل حدود فيلا الكولونيل. كان ممدوح أول الهابطين هذه المرة، فقد كان مسوقا تحت تهديد السلاح وقد أمسك برأسه من شدة الألم بتأثير الضربة العنيفة التي مني بها. وعندما اقترب الرجال الثلاثة من مبنى الفيلا الأنيقة المطلة على الساحل، لمح ممدوح أحد الرجال ينفذ من بين الأشجار المحيطة بالفيلا متجها نحوهم قائلا وهو يتلعثم: سيدي الكولونيل. قال له الكولونيل: أسرع وأعد لنا جهاز العرض يا روبير. ولكن الرجل لم يكد يدنو بضع خطوات منهم حتى سقط منكفئا على وجهه فوق الأرض، وفي ظهره خنجر حاد لم يبدو منه سوى مقبضة. وعلت الدهشة وجوه الرجال الثلاثة، لكن هذه الدهشة لم تلبث أن تضاعفت عندما فوجئوا بعدد من رجال الكولونيل يبرزون من خلف الأشجار المحيطة بالفيلا رافعين أيديهم إلى أعلى، وخلفهم بعض أفراد عصابة ليسونغ شاهرين أسلحتهم. أدرك الكولونيل أن ليسونغ قد أوقع برجاله، ثم لم يلبث أن رأى نفسه محاصرا هو الآخر بعدد من الرجال الذين برزوا من خلف الأشجار بدورهم مصوبين أسلحتهم نحو الرجال الثلاثة وهم يأمرون بإلقاء مسدسه. ألقى الكولونيل بالمسدس في سخط وقد ظهر وقع المفاجأة على وجهه وهو يرى ليسونغ يتقدم نحوه معقدا ذراعيه فوق صدره مطلقا ضحكة عالية ملؤها السخرية وهو يقول: مرحبا عزيزي الكولونيل عدوي القديم والمقدم الهمام الذي توهم أنه يستطيع أن يكون بطلا على حساب ليسونغ. 11. صراع الذئاب. تبدل وجه ليسونغ وهو يحدقهما بنظرات حادة قاسية قائلا: والآن أين المايكروفيلم؟ بادر ممدوح إلى القول: تستطيع أن توجه هذا السؤال لصديقك الكولونيل فقد أصبح الآن في حوزته. هز الكولونيل رأسه نفيا وقال: إنه يكذب عليك، فحتى الآن لم أستطع أن أستخلص منه المكان الذي أخفى فيه المايكروفيلم. استشاط ليسونغ غضبا وهو يقول لرجاله: فتشوا هذين الوغدين وأريد منكم أن تخرجوا هذا الفيلم حتى لو كان مختفيا تحت جلودهم. وتقدم أربعة من الرجال الأشداء ليقيدوا حركة ممدوح والكولونيل وليقوم إثنان آخران بتفتيشهما، إلا أنه في ذلك الوقت كان هناك إثنان من رجال الكولونيل مختبئين داخل الزورق البحري الخاص به الذي كان راسيا على الساحل القريب من فيلته، فلم يتمكن رجال ليسونغ من كشف مكانهما. وبهدوء تسلل الرجلان من الزورق حاملين معهما مدفعين آليين إلى أن اقترب من المكان المحاصر فيه الكولونيل ورجاله. وفي اللحظة التي استطاع فيها أحد الرجلين اللذين يفتشان ممدوح والكولونيل العثور على المايكروفيلم في جيب الأخير ويقدمه إلى ليسونغ، كان قد تلقى عددا من الطلقات النارية في جسده ليسقط على الأرض والمايكروفيلم بجواره. وسرعان ما أطلق الرجلان المتسللان دفعات هائلة من نيران مدفعيهما نحو ليسونغ ورجاله، وانبطح ليسونغ أرضا في حين قام باقي رجال الكولونيل بانتهاز الفرصة ومهاجمة أفراد عصابة ليسونغ. وتبادل الطرفان إطلاق النيران لتعم الفوضى المكان في حين انتهز الكولونيل الفرصة ليلتقط المايكروفيلم من الأرض ويسرع في اتجاه الساحل.
وأمسك ممدوح بمسدس الكولونيل الذي كان لم يزل ملقيا على الأرض وأسرع يعدو خلفه وسط طلقات الرصاص التي كانت تنهمر في كل مكان. وقفز الكولونيل داخل زورقه الراسي على الساحل وأدار المحرك بسرعة محاولا الابتعاد عن المكان، ولكنه لم يلبث أن فوجئ بعشرات من الزوارق التابعة للشرطة النهلية وهي تدلو من الفيلا. وحاول الكولونيل الالتفاف بالزورق، ولكن الرصاصات التي صوبها ممدوح إلى المحرك فجرته، ليغوص الكولونيل بزورقه في الماء ويغرق، وتغرق معه آماله في الهروب بالمايكروفيلم. غير أن الكولونيل استطاع أن يقذف بنفسه من الزورق الغارق واستدار يسبح عائدا إلى الشاطئ، حيث كان ممدوح لم يزل واقفا وقد أمسك بمسدسه. واقترب الكولونيل من ممدوح وعلى وجهه دلائل اليأس والقنوط قائلا له: لقد انتهى كل شيء، إنني أستسلم لك الآن أيها المقدم، وها هو ذا المايكروفيلم الخاص بكم. وطوح به على الشاطئ أمام ممدوح الذي قال له في هدوء: لم تعد هناك حاجة لهذا المايكروفيلم بعد الآن، فقد أتلفته المياه ولم يعد صالحا للعرض. ولم يكد ممدوح يتم جملته حتى فوجئ بسهم حاد يمرق بجواره وينغرس في رقبة الكولونيل الذي أمسك بعنقه في ألم، وقد تحشرج صوته وجحضت عيناه ولم يلبث أن تهاوى إلى الأرض والدماء تنزف من فمه. وقام ممدوح لائذا بإحدى الأشجار المطلة على الساحل محتميا بها في اللحظة التي مرق فيها سهم آخر كاد يحف برقبته، وسمع صوت لي سونج وهو يردد: لقد سببت لي أنت وذلك الكولونيل متاعب جمة، فكان لابد أن أصفي حسابي معكما بنفسي. وإذا لم يكن رؤساؤك قد أخبروك أن لي سونج هو أبرع رماة السهام في هونغ كونغ، فسوف أجعلك تلمس ذلك بنفسك. وأطلق سهما ثالثا في اتجاه ممدوح الذي كان لم يزل محتميا بالشجرة. كان لي سونج يبدو في حالة جنونية، وقد انتابته ثورة شديدة بعد أن أيقن أن الموقف بات في غير صالحه، وراح يطلق سهامه وهو يتقدم نحو ممدوح وقد ثارت ثائرته. وانتظر ممدوح حتى أصبح لي سونج غير بعيدا عنه، فانبطح على الأرض في مواجهته وهو يحكم تصويب مسدسه، وأطلق رصاصة قاتلة استقرت في رأس لي سونج ليسقط وسط كومة السهام التي يحملها والقوس بين يديه. وما هي إلا لحظات حتى كان أفراد شرطة هونغ كونغ ينتشرون في الجزيرة ليقبضوا على البقية من عصابات الكولونيل ولي سونغ. قدم الجنرال كاي شينغ الذي حضر ومعه العقيد فهمي التهنئة لممدوح على نجاته ونجاحه في الوصول إلى المايكروفيلم، كما هنأه أيضا على إسهامه في القضاء على أخطر عصابتين عرفتهما هونغ كونغ. ثم استقل الجميع الزورق عائدين إلى المدينة. 12. النجاح الكبير. وفي القاهرة خرج اللواء مراد مرة أخرى على القواعد المألوفة في تعامله مع ضباطه بالمكتب 19 عندما دعا ممدوح ليشاركه العشاء في منزله تكريما له على نجاحه في إتمام مهمته العصيبة. فقد أدى النجاح الكبير الذي أحرزه ممدوح في هذه المهمة العسيرة إلى الحفاظ على سرية الوثائق الخاصة بالمكتب 19، تلك الوثائق التي تعد جزءا من أمن الدولة. ومن هنا فإن دور ممدوح لم يقتصر على تنفيذ مهمة رسمية فحسب كما هو الحال بالنسبة للمرات السابقة، بل كان بمثابة إنقاذ لإدارته التي أحبها وعشق العمل فيها. قال له اللواء مراد في أثناء تناول العشاء: لك أن تتصور يا ممدوح أنك لو لم تنجح في مهمتك هذه لكنا الآن محالين إلى المعاش جميعا. بالنسبة إلي فإنني أقترب من السن القانونية للإحالة إلى المعاش، لكنني لم أكن أستطيع أن أمحو عن نفسي عار الإحالة إلى المعاش على هذه الصورة المهينة التي كانت ستعد كلمة مخففة لكلمة الفصل من العمل. لك أن تتصور أنه بعد كل هذا النجاح الذي أحرزته في مختلف أجهزة الأمن التي عملت فيها، انتهاء بهذه الإدارة ذات السمعة الممتازة داخليا وخارجيا، ينتهي بي الأمر إلى مثل هذا الفشل الزريع. قال له ممدوح وهو يلاعبه: هون عليك يا سيادة اللواء، فإن لكل أمر جانبا سيئا وآخر حسنا. تسأل اللواء مراد في دهشة: وما الجانب الحسن في إحالتنا إلى المعاش الإجباري على هذا النحو؟ ابتسم ممدوح قائلا: كان ذلك سيتيح لنا مزيدا من الوقت للعب الجولف معا. وكتم اللواء مراد ضحكاته وهو يتصنع الجدية قائلا: حسنا، تناول عشاءك قبل أن يبرد، ولا تنس أنك ستكلف غدا مهمة رسمية جديدة. ممدوح، أمرك يا فندم. تمت بحمد الله، وإلى اللقاء في عدد آخر من سلسلة روايات المكتب رقم 19.